يسعد صباحك نور. صباح الخير لك هايدي، وصباح الخير لجميع مشاهدي الأخبارية السورية. هايدي، نحن بالعشر الأخير صحيح. من شهر رمضان المبارك، ينعاد على الكل بالخير يا رب. شهر الخير والرحمة والبركة يا رب، هالشهر يكون حاملكم كل الخير والرضا لكل الناس. بهالشهر يمكن بيكتر فعل الخير، الناس بتحب بعضها أكثر، بتتقرب من الله. يمكن ما في حدا رضيان وقنوع مثل السوري اليوم، رغم كل الظروف اللي عم نعيشها الاقتصادية والمادية الصعبة، لكن دائما عندنا أمل أنه بكرة يكون أحلى. يا رب بكرة يكون أحلى لكل الناس. محطاتنا عديدة برحلتنا الصباحية، أكيد للمحافظات السورية حصة كبيرة برحلتنا كالعادة. أكيد نور، ومثل ما ذكرت، الرضا هو أكبر وأحلى نعمة لنا من رب العالمين، وأكيد الصباح الأكبر لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. يوم جديد عم نطل فيه عليكم، إن شاء الله يا رب هاليوم والأيام الجاية تحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. محطاتنا لليوم عديدة، والحصة الأكبر للمحطات الاجتماعية وتقارير بمحافظاتنا السورية. خلونا مثل العادة نروح لفاصل صغير ونرجع لنبدأ ولفقراتنا لليوم. هايدي، شو أكتر مشروب رمضاني بتحبي تشوفيه على مائدة الإفطار؟ أكيد الجلاب. كنا عم نحكي تحت الهواء، أنا بحب التمر الهندي. يعني أنا كنت عم أقول إنه التمر الهندي ماني صحبة معه. الجلاب كتير فيه سكر. التمر الهندي يمكن نوعا ما أكثر صحة. أكيد. خلينا نتعرف على مشروب التمر الهندي والفوائد عبر التقرير التالي. التمر الهندي من المكونات الحاضرة يلي معها بيكتمل المشهد على المائدة الرمضانية. فوائده الصحية عديدة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة القوية ومن استخداماته العلاجية. يفيد في علاج الأمساك ومشاكل الكبد والمرارة والاضطرابات الهضمية بسبب احتوائه على الألياف. له فائدة في علاج نزلات البرد، كما يمكن استخدامه من قبل النساء الحوامل في علاج الغثيان. أما بالنسبة للأطفال فيمكن علاج مشكلة الطفيليات وخاصة الديدان. كما يمكن أن يستخدم التمر هندي ومستخلص التمر هندي لعلاج جفاف العين. يساعد التمر هندي أيضاً بخفض سكر الدم، ويحتوي على المغذيات التالية: المنغنيزيوم، البوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم والفوسفور، وكل من فيتامين B1 وB2 وB3 وغيرها. أولى محطاتنا الصباحية نور، رح نحكي عن انفعالات الطفل يلي هي وسيلة أساسية وطبيعية لحتى يعبر عن مشاعره وحاجاته ومتطلباته، وأيضا يقدر أنه يتفاعل ويتواصل مع أهله ورفقاته بالمدرسة. ونلاحظ اليوم أنه كثير من الأطفال نور، وخصوصا المراهقين، عندهم ردات فعل عنيفة نوعا ما، مبالغ فيها، متهورة، يمكن بسبب حساسية هي المرحلة أكثر. وحساسيتها وبيلعب دور المحيط. أنا بعتقد أنه الانفعالي لدى الطفل شيء كتير مهم. انت كيف بتركزي على النقاط الاساسيه مع الطفل من البدايه؟ واحيانا نور كمان يمكن اذا كبتنا هي الانفعالات ممكن تولد مشاكل لبعدين. ما هو هي النقطه الاساسيه حسب المحيط، لانه انت ربيانه ببيئه اجتماعيه اكثر انفتاحا. قبل كان دائما يعني عيب تعبري عن مشاعرك، الطفل المؤدب هو اللي بيسمع الكلمه، لو زعل ما بيبكي. صحيح. ضبط المشاعر مشكله كتير كبيره، اذا عرفتي تضبطيها لازم صح، بس إذا ما عرفتي تضبطيها مع هون أطفالك مشكلة. هون المشكلة الكبيرة. أكيد. يمكن نحن ردات الفعل عند الأطفال حتى الأهل، يعني بتلاقي الطفل عصبي بردة فعله مثل أبوه مثلا، يعني ممكن يكون وراثي نوعا ما. أو هو مؤسس بالأخير الطفل مراية لأهله، يعني صورة. بيعكس صورة. صحيح. حتى لما بيحكي بده يعبر، بيعبر مثل ما بيعبروا أهله. فهم نقول أنه كتير مهم اتباع لأساليب التربية الصحيحة مع أطفالنا حتى نضمن أنه ما يصير عندهم مشاكل أكثر. مشاهدينا رح نحكي عن انفعالات عند الأطفال، وشو كأمت ممكن تكون طبيعية وأمت ممكن يكون فيها مشاكل. كل هي التفاصيل مع ضيفتنا اليوم بالاستوديو الاختصاصية التربوية نغم طربية. يسعد صباحك. هلا، يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. يسعد صباحك. ودائما معك بنحكي عن مواضيع مهمة بتهم كل الأهالي، والنمو الانفعالي عند الأطفال والمراهقين يمكن موضوع جدا مهم اليوم، خصوصا بالعشر السنوات الأخيرة. آخر الدراسات بتقلك أنه أكثر الأطفال هم عندهم فرط نشاط دائما، عندهم انفعال أكثر من الأطفال سابقا. فخلينا نحكي أول شيء، نعرف شو هو النمو الانفعالي قبل ما نحكي كيف فينا نأسسه صح مع أطفالنا. بالبداية بدي
عايد الكل بمناسبة الأعياد، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالصحة والخير وهداوة البال. بعيداً عن الانفعالات والشيء اللي بدنا نحكي عنه هلأ، إنه مو الانفعالي بيهتم بتطور الانفعالات عند الطفل من البداية، يعني من مرحلة الطفولة لمرحلة متقدمة من العمر. صحيح. يعني نحن هذا الشيء ما فينا نحصره بمرحلة الطفولة بس، دائماً منقول إنه هو من أهم مراحل النمو الإنساني، لأنه بيهتم بمشاعر وبيهتم بانفعالات الطفل، ما بيقل أهمية عن النمو الاجتماعي أو النمو الجسدي، النمو العقلي، كلهم مرتبطين ببعضهم. هلأ لحتى أتعرف أكثر عن النمو الانفعالي أو أعرف كيف بدي أتعامل مع النمو الانفعالي عند الطفل، لازم أعرف شو السلوك يلي عم بيسيطر على ابني بيسبب له انفعال، إمتى بتكون بتقبل عصبية الطفل، إمتى لازم أتدخل الانفعال يلي بيخليني أتدخل ما يسبب له ضرر لطفلي. وكثير من الأسئلة لازم أنا أعرف جاوب عنها لأقدر أتعامل مع هاي المرحلة بشكل صحيح. نحن عم نحكي عن النمو الانفعالي بشكل منفصل، لكن إذا بدي إجي أحكي عن شيء بخص الطفل ما في أفصله عن النمو الاجتماعي أو العقلي أو النمو الجسدي. صحيح. وغيرهم. صحيح. لأنه الطفل بعده لسه بمرحلة تكوين الشخصية. صحيح. لسه بعده عم بيتعرف، بعده عم يكتشف الأمور اللي حوله، عم تنبنى شخصيته. دائما منركز أنه النمو الانفعالي وأهميته هي بتساعد الطفل على تقبل المراحل الأخرى أو تعلم مهارات جديدة بحياته. يعني بدي أحكي أنا مثلاً، كثير من إحنا من الأخطاء بنقع فيها، ابني جاي معصب من المدرسة، عم يبكي، بطلب منه أنه هو يدرس، فجأة بدون ما أسأله شو باك ولا أسأله ولا أعمل له شيء، دروس ما بدي أدرس، بتبلش الأم ابني عنيد، ابني عم بيعذبني، ما عم يسمع الكلام. صحيح. طيب الأهل هون ما أخذوا اعتبار لانفعالات الطفل، ما أخذوا اعتبار لمشاكله، فورا وصفوه بأنه هو عنيد ما عم يسمع الكلام. يعني مثلا انت بتقوله أنا عاملت الطفل بشكل كتير سيء بعيدا عن انفعالاته. هلق الطفل ممكن يكون بخلاف مع رفيقه بالمدرسة، ممكن يكون جايب علامة سيئة، هو ما محبط، ما حابب يخبر أهله انهم بحس انهم بيعتمدوا على العصبيه والعناد لحتى يحصلوا على الشيء اللي بدهم اياه، تصير عاده عندهم. طبعا الطفل نحن بنقدر نميزه بهي الحاله. تمام. بنقدر نعرف اذا هو، طبعا اذا كنتي قريبه من ابنك رح تعرفي هو شو سبب انفعاله. انت ما لازم توصلي ابنك للانفعالات الشديده او للعصبيه الشديده يلي بتاثر على شخصيته. طالما كنت قريبه من طفلي عرفت شو هي الاشياء اللي زعجته، شو هي الاسباب اللي خلته منفعل زيادة، أنا بقدر حل الموضوع. يعني في أطفال منشوف أنه هي محتالة، لكن انفعالاتها بتكون واضحة أنه هي عم تحتال لتحصل على شيء معين. طالما قريبة من ابني بقدر حدد الانفعالات بالضبط. فأنا هون ما بروح أنا للسبب، ليه هو مثلاً ما سمع كلامي، لا. بدي أعمل دراسة كتير منيحة على شخصيته. يعني دائماً الأم أو الأب، الابن بيكون واضح قدامه بتصرفاته بسلوكياته بكل شيء، وخصوصاً إذا كنت أنا معه دائماً. دائماً الحوار المفتوح، دائماً أنا بحكي عنه ومنحكي أنه قريبة من طفلك، تعرفي شو هي الأشياء اللي زعجته كرمال تعرفي تحلي له مشاكله. يعني شوية سلاسة بالتعامل مع الطفل، نبتعد عن القسوة اللي دائما أنا بذكرها. بهي الحالة بنقدر نتخلص من انفعالات الطفل. طبعا هذا الشيء ما بيعني أنه ما خلي الطفل ينفعل، شيء طبيعي، بده يعبر عن حزنه، بده يعبر عن فرحه. والشيء الغلط اللي نحن بنشوفه أنه خصوصا للصبيان للأسف، أنه أنت صبي ما بيصير تبكي. طب ليه ما بيصير يبكي؟ هو إنسان. تربية أنه لا تبكي طبعاً. والبنت عاقلة ما بيصير تعبق. يعني هذا اللي هي ما هو بالنهاية إنسان وبده يعبر عن مشاعره. كتير عادي إذا بكي، كتير عادي إذا انفعل مثلا بالصراخ، بصراخ طبعا ضمن المعقول أنا عم بحكي، أكيد ما يوصل لمرحلة سيئة. فهي المفاهيم الخاطئة اللي نحن بنعتمدها، لا أبدا، الإنسان بده يعبر عن مشاعره، بده يعبر عن غضبه. أنا عم بحكي عن النمو الانفعالي وعم بحكي عن الانفعالات بشكل عام، بس بالنهاية أنا في عندي مواقف ممكن تخليني عصب، لكن ضمن الحدود.
كل شيء ضمن الحدود المعقول فبيعتبر طبيعي، لأنه بدنا ننفعل، بدنا نعصب، بدنا نزعل، بدنا ننبسط، فهي المشاعر كلها كتير ضروري نعبر عنها لكن ضمن حدود الطبيعي. تمام. يعني نغم، بما أنه عرفنا هيك تعريف مبسط عن النمو الانفعالي، خلينا نحكي أكثر عن أهمية النمو الانفعالي الطبيعي السليم للطفل بالمجتمع. النمو الانفعالي بينقسم لقسمين لمرحلتين، مرحلة قبل السنتين والمرحلة بعد السنتين. قبل السنتين بنشوف الأطفال حديثي الولادة أول ما بيولدوا فورا ببلشوا بالصراخ. الطفل بهي المرحلة بيعبر عن أي شيء بده إياه بالبكاء. صحيح. يعني مثل ما بيقولوا لنا أمهاتنا قديما، وخصوصا الأمهات اللي عندهم مولود جديد وما بيعرفوا كيف بدهم يتعاملوا معه، إنه يا الله عم يبكي، ليه عم يبكي، شو السبب؟ وسيلة التعبير الوحيدة. صحيح. هو يا جوع يا موجوع مثل ما بيخبرونا أهالينا. فهذا الشيء هذا بهي الطريقة بيعبر الطفل الصغير. بعد الست شهور ببلش مع البكاء، بيعطينا إيماءات وحركات الوجه، يعني كمان بيصير بيفرجينا انه هو مبسوط، بيفرجينا مع مكافات او تعبير. تماماً. صحيح. تماما. بعد السنتين هون هي المرحله كثير رئيسيه وكثير حلوه، طالما الطفل بلش يحكي فهو بده يعرف يعبر بردود افعاله ويعرف رده فعل الاخرين. بهي المرحله بصير كثير حلو الطفل، يعني كثير الطفل بصير قادر انه يعبر بطريقه حلوه. أنا لما بدي أحكي أو أوجه أي سؤال للطفل شو بسأله؟ بسأله كتير، نحن مثلاً بنسأل أولادنا أنت مبسوط أو لا؟ هاي الجملة كتير واضحة بالنسبة لإلي وإلك ولا كتار أشخاص كبار، لكن بالنسبة لطفل صغير هي مو واضحة. صحيح. أنت مبسوط أو لا؟ كتير ممكن لا، أنا بقول له أنت مبسوط أو زعلان؟ كيف بدي أعلم الطفل يعبر عن مشاعره؟ يعني الطفل ما بيعرف هي المشاعر لسه ما عنده وعي كامل، هي المفاهيم بالنسبة له مو واضحة، مفهوم كبير وصغير مثلاً، حزين، سعيد، هي الأمور كلها بعدها مو واضحة عنده. لازم علمه المفاهيم لحتى يقدر يعبر عنها. بهي المرحلة ما بلوم الطفل ولا على أي شيء عم يعمله، لأنه أنا ما كان أو الطفل ما عنده قدرة كاملة لاستيعاب الموضوع، ما عنده هذا النضج الكامل. والانفعال، النمو الانفعالي هو جزء كتير أساسي بيتعلق بالأهل وردود أفعالهم. ردة فعل الأهل هي كتير أساسية. صحيح. يعني نحن بأول مرحلة مثلا الطفل بيكون هو وصغير، أول ما ببلش بيحكي شتائم مثلا، بيحكي كلام، الأهل شو بيساووا؟ بيضحكونه. صحيح. أنه أنت بعد سنة ممكن إذا بيعيد هذا الكلام فورا بقابل الطفل هذا الموقف بصراخ، ممكن ضرب، ممكن عصبية. طيب الطفل بيكون موقفه بهي المرحلة أنه هو محتار، لأنه أساسا هو ما بيعرف أنه هذا الشيء غلط. صحيح. هو أخذ عاد هذا الموقف بسبب ردة فعل الأهل بالمرحلة الأولى. يعني هن نضحكوا لي معناته هذا الشيء عادي، يلا بكمل فيه. هذا بنسميه نحن الانفصام التربوي. هذا اللي بدي ركز عليه، يعني هذا بدي اسالك عنه. مثل ما ذكرتي هي المفاهيم كلها اللي لها علاقه بالنمو الانفعالي والمشاعر هي مكتسبه عند الطفل. تماماً. من المحيط والبيئه واساسا الاب والام والام بشكل اكبر. خلينا نركز على هي الاخطاء الشائعه، لانه نحن عم نحكي من بعد السنتين هي مركز، يعني نقطه اساسيه بالنمو الانفعالي، فيني اسس انا كأم صح. شو الاخطاء الشائعه اللي بيوقعوا فيها الاهل؟ يعني مثل ما هي الموقف اللي ذكرتي دائما بيتعرضوا له وبنشوفه بمحيطنا ضمن الاخطاء، شو اكثر اخطاء الشائعه اللي لازم ما اوقع فيها انا كأم اليوم؟ لانه دائما الام بحاله لوم لذاتها، انه هي عم تحاول يمكن اشد الوسائل فعليا تتعلموا صح، تربيه صح، ضمن حتى هي يعني احيانا التربيه تبع الام تكون خاطئه مكتسبه، كيف بدها كمان تنعكس على الطفل. طيب الاول خطا نحن بنقع فيه انه الاهل دائما ما بياخذوا اهميه لمرحله الطفوله. يعني كل اغلب الاهل، طبعا انا ما بدي اعمم بهذا الموضوع، بس الاهل دائما بيقولوا يلا ابني بعده صغير بعدين بربيه، ما راح يفهم علي، ما راح يستوعب، يلا شوي شوي هو الايام بتعلمه. صحيح. هذا مع الطفل تلسكوب بيلقط تماما. هذا
هذا الغلط اللي عم نقع فيه، لأنه كلنا بنعرف بأول 5 سنوات بتتكون شخصية الطفل، بتتكون كل السلوكيات الصحيحة. نحن هون بأول 5 سنوات عم نزرع بذرة لحتى نحن نلاقي ثمار ناضجة، نلاقي سلوكيات صحيحة. بعدين كمان هذا الشيء لما عم بزرع صح، مو معناته إنه الطفل ما رح يخطئ، لا بالعكس الطفل رح يخطئ لحتى يتعلم، لكن بتمر هي المراحل بسلام، بتمر بسلاسة بدون ما تأثر على شخصيته. فلهذا الشيء نحن دائما دائما نعمل تنظيم ذاتي للطفل، علمه الحدود، علمه شو صح وشو الغلط. ما بيجي بعاقب الطفل على شيء هو أساسا ما بيعرفه. صح. لازم عرفه الصح من الغلط لحتى يعرف يميز. وبعدين بصير أنا إذا بدي مألوم الطفل على تصرف بكون أنا معلمته إياه، ومو غلط إذا هو جرب، مو غلط إذا هو تعلم، لا بالعكس. وحتى نحن لما بينفعل بيوصل لمرحلة مثلا لمرحلة كتير سيئة، ما إجي أنا قابل هذا الشيء بعنف، إجي أضربه للولد، لا بدي أنطره لحتى يخلص من نوبة الغضب لأقدر أتعامل معه. وكتير من المواقف بتسبب انفعالات عند الطفل. صحيح. بقابلها الأهل بضرب، بعنف، بصراخ، مثل طفل صغير مثلا عمره 2 سنين. هاي كتير منشوفها عند أطفالنا، في لعبة بإيد أخوه أو بإيد رفيقه، ابن خاله. المهم انه الطفل بهي المرحلة لما بيجي بده ياخد اللعبة، هذا ما بيعني انه هو طفل اناني. الام ابني اناني بده اللعبة يلا عطوه اياها، لانه بيضله بيبكي لياخدها. لا، الطفل بهي المرحلة بيتمحور حول ذاته، عم يفرغ يعني كمان انفعالاته. مو شايف، هو مو القصد انه ياخد اللعبة من فلان او من فلان او غيره، هو بده اللعبة وبس. فأنا ما بوصف ابني بالأناني، لا بالعكس، أنا بجيب ابني بعلمه حدود ملكيته. هي ملكيتك، هي ملكية الآخرين، هي أنت حدودك بتلتزم فيها، وهي مو غلط أنك أنت تعطي الأشياء اللي إلك تعيرهم لغيرك، بس بالمقابل قابل كمان انت بدك تحافظ على اشيائك. يعني كل هي الاشياء لما منعلمها للطفل بتكون واضحة امامه، بس ما بيجي بوصف الطفل مثل انه انت عنيد، انت اناني. هاد الطفل هون بده يتمسك بهي الصفات. صحيح. وبياخذها عادة لبعدين. اكيد. يعني يمكن كمان من الاخطاء الشائعة باساليب التربية، بنشوف انه بعض الاهالي بيمارسوا كتير فروقات فردية بين الاطفال، بتلاقي بيدللوا طفل غير الثاني، بيعطوا حنية ومشاعر اكثر. هي ممكن يسبب غيرة، هي الغيرة طبعاً ممكن طبعاً تؤدي لكثير من الانفعالات طبعاً عند الطفل. هذا الغلط الكبير عند الأهالي، مو بس ببيوتنا، بالمدارسنا، بروضاتنا، بأي شيء بخص الطفل. التفرقة بين طفل والتاني هذا الشيء غلط. أنا لما بدي أجي حاسب الطفل بحاسبه على سلوكه، ما بجي بقول له أنا مثلا أنا بحبك، بحكي للطفل انه انا بحبك. صحيح. بس سلوكك كان غلط. هذا الشيء بخليكي قريبه من الطفل، بخليكي احسن بالتعامل معه، او هو بيقابلك بسلوكيات صحيحه. طيب خلينا نحكي يمكن بعض النصائح لكل الأهالي اللي عم يتابعونا بكيفية التعامل مع النمو الانفعالي عند الأطفال. يعني حكينا على الأطفال، هي مرحلة ممتدة لمرحلة المراهقة. المراهقة يمكن مرحلة أكثر حساسية، الانفعالات بتكون مختلفة وطريقة التعبير مختلفة لإثبات الشخصية وردات الفعل عندهم. هلق المراهقة كتير من الأهالي بتلاقي صعوبة بتربية المراهق. بس الشيء اللي نحنا بدنا نحكيه أنه دائماً دماغ المراهق بيكون مرن وغير مكتمل. تفكيره بيختلف تماماً عن تفكير البالغين. لأنه البالغ، إذا بدي أعمل مقارنة بسيطة بين دماغ البالغ والمراهق، منشوف البالغ بيفكر عن طريق بواسطة القشرة الدماغية، واللي هي مسؤولة عن القشرة الجبهية عفواً، واللي هي مسؤولة عن التفكير المنطقي، هو جزء منطقي. لهيك منشوف كل المواقف اللي بيستجيب لها بوعي وبمنطقية. بعكس المراهق اللي هو بحلل المعلومات عن طريق اللوزة الدماغية، واللي هي مسؤولة عن العاطفة. هذا الشيء اللي منشوفه عند المراهق، بفكر بطريقة بالعاطفة. صحيح. ما بفكر بعقله، ما عنده وعي. كتير الانفعال بسبب التغيرات الفيزيولوجية اللي بتطرق على جسمه. يعني منلاحظه منفعل، دائما بده يثبت وجوده. بنت او صبي. صحيح. بيحاولوا يطلعوا من اطار الاسره، انه انا موجود، كلمتي اللي بدها تمشي. الاهل دائما يكونوا حريصين ما يعملوا هي المرحله تحدي بينهم وبين الطفل، لانه هي مرحله لازم تمرق بسلام ويعرفوا يتعاملوا معها بطريقه كثير حلوه وسهله.
أكيد. يعني بنت شكرك كثير الاختصاصية التربوية نغم تربية، شكرا كثير لك. هلا أكيد. يمكن حكينا عن موضوع ونقاط كثير مهمة، يا رب نكون قدمنا الفائدة والمعلومة المفيدة لكل الناس، شكرا كثير لك. هلا هلا وسهلا فيك. أما هلا هايدي ننتقل من عالم الطفولة والتربية لموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي علي معلا. صباح الخير علي. صباح الخير لك يا نور ولضيفتكم الكريمة. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة كميات كبيرة من النفط السوري من حقول الجزيرة ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية. وقالت مصادر أهلية من ريف منطقة اليعروية إن رطلا للاحتلال الأمريكي مؤلف من 77 آلية بينها 32 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية، إضافة إلى 6 مدرعات عسكرية خرج من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال إلى الأراضي العراقية. أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، وذلك فور صدوره. وأكد معاون وزير المالية منهى الهناوي أن الوزارة بدأت فور صدور مرسوم المنحة بتحويل مبالغ المنحة إلى حسابات الوزارات والجهات التابعة لها، ومجرد أن تقوم هذه الوزارات بإرسال أوامر الصرف للوزارة سيتم صرف المنحة ليصار إلى تسليمها للعاملين قبل عطلة عيد الفطر السعيد. كما أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات باسم الجاجة أنه بعد صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 5 ستقوم المؤسسة اعتبارا من اليوم بإدراج الكتل النقدية الخاصة بالمنحة في الصرافات، مبينا أنه بإمكان المتقاعدين بعد ظهر غد البدء بقبض المنحة تدريجيا من هذه الصرافات. أما المتقاعدون الذين يتقاضون الرواتب عن طريق الدفاتر فيمكنهم الحصول على المنحة عن طريق مراكز البريد بالمحافظات بدءا من الخميس القادم. قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن نماذج من الأسلحة الجديدة الواعدة دخلت حيز الانتاج الضخم، مؤكدا أن الوزارة مستعدة للمشاركة في حل مشكلات تنفيذ الشركات الدفاعية لطلبات الدولة في هذا القطاع. وأشارت الوزارة إلى أن هذه النماذج التي قدمها شويغو في مدينة تولا حيث قام بزيارة تفقدية قد دخلت حيز الانتاج الضخم وأن نسبة انتاجها تزداد. ووفقا لوزارة الدفاع فقد أبلغ رؤساء الشركات شويغو عن البرامج التي يتم تنفيذها لتوسيع القدرات الانتاجية لإمداد القوات المسلحة الروسية بأسلحة حديثة من خلال خطوط إنتاج آلية لتجميع الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وذخائر المدفعية. رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديد الجهة المسؤولة عن تخريب خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي، ولكنه أكد أن روسيا ليست هي من قامت بذلك. ترامب وخلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية ردا على سؤال عمن خرب الأنابيب قال: لا أريد أن يقع بلدنا في ورطة، لذا لن أجيب على هذا السؤال، ولكن يمكنني أن أقول لكم بأن الروس لم يقوموا بذلك، وتعرضت خطوط الأنابيب الروسية التيار الشمالي الثاني التي توصل الغاز من روسيا إلى ألمانيا لتفجيرات في أيلول الماضي. نهاية الموجز، عودة الآن إلى نور لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك علي. أما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية لنحكي عن كثير من المبادرات والفرق والجمعيات كان لها مفعول كثير على الأرض،
كثير دائما مستضيف عبر رحلاتنا الصباحيه، فرق تطوعيه كان لها دور بالتكافل الاجتماعي وكانت عم تحاول ترسم البسمه الصغيره على وجوه الناس. اكيد نور، يعني قديش مهم اليوم نحن كمان نترك اثر ايجابي بالحياه، بانه نحن نكون سبب فرحه شخص، ضحكه طفل، نساعد اي محتاج بدون مقابل. واكيد هذا الشيء عم بيكون من خلال العمل التطوعي والمشاركه بالاعمال الانسانيه والخيريه اللي بتساهم بتكاتف المجتمع وزياده اواصر المحبه والموده بين الناس. اليوم مشاهدينا رح نتعرف على فريق مجد التطوعي 2020 وجمعة خير والعديد من الأنشطة اللي عم يقوموا فيها اليوم بشهر رمضان. ضيوفنا لليوم غالية الطباع مؤسس فريق مجد التطوع 2020، أهلا وسهلا فيكي. أهلا. ومحمود صواف إداري بفريق مجد التطوع. أهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم. رح نحكي مع المؤسس بالبداية. خلينا نحكي بشهر الخير عن جمعة الخير، شو هي، كيف بلشتوا فيها، كيف عم تكون التحضيرات؟ ولما نقول خير يعني شيء كتير حلو اليوم خصوصا بشهر رمضان المبارك. هلا اول ما بلشت القصه على اساس نحن نعملها جمعه خير، انه يوم كل يوم جمعه اربع مرات نروح على الريف حوالين المدينه ونطبخ. فساويناها بعدين جمعه خير لانه عن جد كان فيها خير من اول جمعه، صار عندنا سبت واحد واثنين، يعني ما عادت بس يوم الجمعه. والحمد لله بلشنا نتنقل، يعني حلاوه المطبخ تبعنا مو انه ثابت بمكان جوات المدينه، نحن بنروح على الريف ومنلحق العالم من مكان لمكان بنتنقل. عم يكون العدد كبير، يعني عم تحاولوا يكون المطبخ يوصل لعدد كبير من الناس. الحمد لله واصلين يعني ان شاء الله لعشرين ألف شخص حسب اللي نحن عاملينه. وبتعرفي يعني نحن بفترة الحرب يعني كان في شيء، خلينا نحكي الأمور بصراحة، في شيء بين الأرياف والمدن نوعا ما صار في شيء، فنحن حابين انه دائما نقرب من الريف تبعنا. نرجع يعني هلا صرنا بمرحله فيها خير، فيها سلام، عم ترجع تفتح الابواب مره ثانيه، فدائما الواحد يخلي عينه على الريف تبعه، نهتم فيهم، نحبهم، نكون واقفين جنبهم دائما. صحيح. اكيد بدنا ننتقل عندك محمود، يعني اليوم اي مبادره او فعاليه او مساعده هي بحاجه لاليه تنظيم للعمل، اليوم انتم ضمن فريق مجد التطوع 2020، شو هي اليه التنظيم العمل متبع عندكم؟ الحمد لله نحن صباح خير. اول شيء يمكن بالوقت الحالي نحن اكثر فريق منظم. منظم كعنا فريق تنظيم، فريق تنسيق، فريق تجهيز، وحتى فريق للطبخ. هذا منضم الجزء. شو الآلية اللي عم تتبعوها اكثر اليوم؟ آلية التوزيع انت بتقصدي؟ انه مثلا عندنا قوائم، مثلا كل منطقة عم نفوتها، مثلا نحن بلشنا اول شيء بالقابون. نحن فريق اختار انه ما نجيب العالم لعنا، لا، نحن بناخذ الاغراض ونحن نروح لعند المناطق المحتاجة اللي بدها دعمنا مثل ما بيقولوا. بلشنا بالقابون، انتقلنا بقى من القابون لحرستا، من حرستا لمديرة، حمورية، مسرابة، رجعنا طلعنا لقدسية، شبعة، في منطقتين ثانيات غابوا عن بالي بالوقت الحالي. بلشنا احنا بقى توزيع طبخ وتوزيع وجبات. تمام. انتوا عم تحاولوا يعني تكونوا حاضرين بكل الاماكن وهذا الجميل بعملكم اليوم. خلينا نحكي، هذا السؤال مفتوح لكم انتوا الاثنين، عن اهميه العمل التطوعي اليوم في سوريا. يعني مع بدايه الحرب في سوريا كان هيدا الشيء ملموس على الارض، الشباب السوري بكافه فئاته كانوا موجودين بكبروا القلب وبيعطونا امل انه بكره قديش ممكن بايديهم يكونوا احلى. العمل التطوعي خلال سنوات الحرب ويمكن هلا بالكارثه الاخيره اللي تعرضنا لها للاسف كان في شغل كثير حلو، في تكافل اجتماعي، في شباب موجودين على الأرض عملوا فزعة كتير كبيرة، فهذا يمكن صار مزروع يمكن بدم السوري اليوم. خلينا نحكي عن أهميته معك غالية ومعك محمود. أكيد. طيب أنا قبل ما نحكي على أهمية العمل التطوعي بدي بس أرجع أتشكر فريق التنظيم بفريق مجد يلي هن عن جد جدا جدا تعذبوا معنا هذا الشهر. أكيد واحد واحد لو فينا كنا نجيبهم. ريم ودانيا ومحمد، ويعني ما حأنساهم كلاتهم اسم اسم، هن فوق العشرين واحد، شفيق وكل الشباب الله يعطيهم ألف عافية. طريقة تنظيمهم كان يكون في شيف والمساعد تبعه يكون مثلا هن ينظموا مثلا المهام الشغل بين بعضهم وبعدين يصير التوزيع. بالنسبة لأهمية العمل التطوعي قديش حلو أنه يكوني أنت إلك علاقة ببناء بلدك. يعني صحيح صار أشياء كتير مو حلوة بالعشر سنين اللي قبل، بس هلأ تخيلي أنه كل فرد هو مسؤول عن الجاية، عن المستقبل الجاي. فيعني العمل التطوعي هو بيحسسك أنك أنت شريكة ببناء المستقبل. صحيح. تبع بلدك، وهذا واجب علينا يعني بشكل عام. أنا بحس كمان زائد الراحة النفسية. حكيت ما أنت قلتي أنه قصة الزلزال هي الحمد لله احنا كنا يعني بالاول بوادر بسوريا كانت عن طريق فريق مجد فزعه شباب سوريا. نحن اللي كنا قائمين فيها كفريق مجد.
وسبحان الله هي قصة جمعة خير، هي طلعت من أيام الزلزال. الله يمرق الزلزال خير وسلام. إحنا كفريق أو كنا أول فريق جاهز بقصة رمضان بالوجبات اللي عملناها والشغل اللي اشتغلنا فيه. أكيد. يعني غالية، بما أنه حكينا عن أهمية العمل التطوعي، خلينا نحكي أكثر عن أهمية الدعم اليوم والتشبيك مع الجهات الرسمية. قديش مهم اليوم؟ مع مين عم تشبكوا كمان؟ هلا نحن اكيد عم نخبر وزاره الشؤون بكل شيء احنا مسجلين عندهم على المنصه. عم نشبك مع جهات حكوميه ومع جهات غير حكوميه، يعني كل مره مثلا حدا بيقدم لنا مثلا منتزه تعالوا اطبخوا عندي، مثلا بلديه اتسيا تعالوا اطبخوا عندي، يعني كل مره عملنا شركاء شكل، ودائما عم يكون في دعم من الناس العاديين. يعني صراحة لما ينقصنا بالمطبخ مثلا سكينة القطاعة تلاقي الجيران كلاتهم نزلوا ساعدونا، عمته بعتت لنا الحلة، استأجرنا مدري، يعني انه بتحسي القصة بده يساووها العالم فعلا، انه بتحسي انه بدهم يعملوا خير كل واحد. انا بدي شارك بشيء بأبسط شيء موجود عندهم، هذا الجميل. يعني تماماً. يمكن رز بازاليا مثلا، بازاليا من بيته واحد صحيح. من الفريزر نقصنا جاب. يعني شفنا هي الحالات بالكارثة الأخيرة تعرضنا، في ناس كانت تقسم المونة تبعيتها، وهذا الجميل. خلينا نحكي اليوم عن عملية التشبيك، يعني عم نشوف جمعيات ومبادرات جدا كبيرة واسعة على الأرض، بس بنعرف يعني عمل الخير كتير حلو، أياد الخير موجودة، لكن نحن موجودين بغلاء اقتصادي، يعني حصار اقتصادي وغلاء معيشي متزايد ما عم يوقف. يعني اليوم لما تقدروا توصلوا لعشرين ألف بنسبة معينة من المال، بكرة يمكن ما بتقدروا بهي الكمية توصلوا يعني لهيدا العدد. فخلينا نحكي عن عملية التشبيك مع الجمعيات المبادرات الأخرى، مع ناس كتير يمكن ما بتحب تذكر أسماءها، أكيد نوجه لهم تحية فرد أي حدا. جيم سين إذا عم تسمعيني بقول لك شكرا. جيم سين كلهم كتير حلو اليوم عمل الخير، قد ما عم تشتد عم تلاقي الأيادي البيضة ممدودة لعمل الخير. ما بيرضوا يقولوا إنه هنن، عم قلهم بالعكس العالم مثلا تستفزوا ناس غيركم لحتى يرجعوا يعطوا عالم تانيين. لا ابدا لا تقولي. حلو اليوم ترند، واحد اذا بده يعمل شيء بتلاقي عم يجيبه ويصور. لا بالعكس بيصوروا الزلمه هيك بوش. لا انت بطيل كيس صار بس لقطه مثلا اصلا كم يوم في طبخان اصلا رز مثلا كمان كان لسه ما معنا شويه ماده نجيب فيها من الفريق، دقينا فلان كيفك انه بدي منك رز، اللي كم شوال طب لو بدي اثنين اللي صاروا عندك لو بتجي قال لا بتذكر اسمي ولا بتقول شيء، هدول عن روح ابي خلص. ثاني يوم كمان شخص ثاني كمان نقصنا ماده، ايه كيفك إيه خلص كم واحده مثلا تنتين ابعث لك خمسه، بعت لنا خمسه. التشبيك بخفف ضغط عليكم شوي يعني التشبيك بعمليه مثلا جمعيه حرستا ما فيني ما اشكرهم، مثلا جمعيه حرستا جمعيه كذا بتطبخوا بمطبخنا احنا من الغاز انتم ممكن المدري شو يعني كثير، وفي جمعيه ثانيه نسيانه مين كمان ساعدونا. يعني دائما التشبيك بيقويكي اكثر، بس بنفس الوقت بيناتنا معلش على الهواء بس بيناتنا كل العالم عم تشوفنا يلا انه حكومتنا انه لازم مو بس يعتمدوا على المجتمع الاهلي انه تضل عم بتنفذ هدول الأشياء. قولي نحن كفريق تطوعي ما في علينا كتير مسؤولية مثل جمعيات أو مؤسسات كبيرة، بس إنه لازم يكون في حلول تانية غير المجتمع طبعاً الأهلي للمدة طويل عم تحكي. أكيد هذا بنضم صوتنا لصوتك. أكيد حكونا أكثر عن المطابخ اليوم بشهر رمضان، وين موجودين شو عم تقدموا؟ كبسة مندي. شاكريه عملنا شاكريه مع الموزات يعني تبع البيت عرفتي يعني بتدوقيها يا طبعا احنا فريقنا بياكل من الاكل اخر شيء، فاكلنا كثير بنحاول انه يكون يعني بيشبه البيت. اي تماما البيت. وين موجودين باي محافظات؟ طبعا اول المطبخ خربطنا بكم شغله يعني خبصناها بالرز بصراحه يعني ما عم تشرف عليهم صح لا والمسؤول عمره البيت عمره شيء 40 سنه المسؤول المشرف، وقتها ما شفنا غير وقف على زاويه ماما تعي ساعديها قد لحق اجت امه ركض وعن جد شو لذيذ. نوجه له تحيه لتمام كمان ولوالدته يعطيهم الف عافيه. معنا شيف بعدين صار يعني شيف بروفيشنال، وكمان حتى هي الصبيه اللي كانت عم تشتغل كثير شاطره وعامله ريمي حبيبه قلبنا. بس يوميتها بتعرفي اول مره ما نعرفين جايبين رز البيت لنطبخ فيه، وقتها لازم تجيبي الرز الطويل يعني صحيح الجمعيات يعرفوا بعدين يطبخوا. بس حفظناها تبع كل كاسه رز كاستين مي هي حفظناها. يعطيكم الف عافيه. عافيه قلبكم يا رب وشكرا. اكيد. طب خلينا نحكي بالمستقبل شو النشاطات بعد جمعة خير؟ يعني هلأ نحن مقبلين على أعياد، فأكيد في أجندة وفي خطة عمل حاطينا الأيام التالية، يعني في عيد بعد شهرين كمان في عيد، يعني دوبكم تاخذوا نفس وتعملوا أجندة جديدة. هلأ عندنا أول خطة هي يوم الجمعة هي بعد بكرة إن راد الله حنكون بريف حما، وعندنا خطة اثنين هي ليلة القدر إن شاء الله حنكون متواجدين بمكان ما. شو رح تعمل بالشام؟
مش بعد الصوت. عم بفكر نعمل سيخ شاورما. في حدا عم يسألنا بس عم يقول لي بيعطشوا العالم بس يعني. نحن كان وجبات السحور ليلة القدر وبالعيد ان شاء الله كمان مجهزين ثياب ونراد الله علب حلو كمان حتوزع ان شاء الله. ثياب حلوين بالمحافظات المنكوبة ولا هون؟ لا هلا هون ان شاء الله حيكون بالريف وعم ندرسها نطور حالنا لبراد دمشق. قدموس مثلا هلا عندنا بالقدموس عندنا بحمام. الريف ومصياف. ومصياف هدول ان شاء الله اخر 10 ايام برمضان. عن جد ندعي كل العالم كمان ينتبهوا. يعني انا ليش عم اقول لك مثلا نحن عندنا مطبخ شغال بجبله لهلا ما وقف الحمد لله. هلا نعمل يشبكوا كمان مع جسور. بس الارياف اللي عم تحكوا ريف مصياف وريف القدموس هي الارياف يعني المنسيه يجب بالضبط احنا هيك عم نقول دور العالم. مع انه شوفي وقت الزلزال ما حدا حوانا غير الارياف مثلا ركضوا كل الناس يلي بجبله كله على الريف تبعهم تحبوا عن ضياعهم عند كذا. فقد ايه لازم ندير بالنا على هالمناطق الحلوه الجميله ببلدنا يعني. يعني غالي يمكن حلوة صحيح كي. بنهاية الشهر الماضي بشهر آذار كان في عندكم نشاطات وفعاليات بزيارة الأطفال لمرضى السرطان، خبرينا عن هذا الموضوع. تماما رحنا على بسمة تعرفنا على الولاد. يعني هو طبعا شيء مؤثر بس بنفس الوقت بتتعرفي بتتعلمي انه الطفل يمكن عم قد شو عم يتوجع ما عم يقدر يرقص مثلا. احنا فريق عم نحاول يعملوا لهم عم نقول لهم لا تعملوا حركات بايديكم حاطين السيروم الولاد. قالوا لي لا خلينا بالعكس نحسسهم الجو. تطلعي انه قديش بدي اتعلم منك انه عم يقاتل عم يحارب. ونحن تلاقي بعمرنا شباب بيادوا بيكتئبوا بيسكروا باب الاوضه انه صحيح. ما في ظروف شغل ما في مدري شو. وبتلاقي ولد بهالعمر متعلق بالحياه وعم يقاتل باظافيره وبسنانه بده يفوق هذا بتحترميهم. فقدمنا لهم نشاط قدمنا لهم هدايا قدمنا لهم شجر. نحن طبعا ما عم نحاول ما ننسى هدفنا الاساسي كانه فريق زراعي فريق بيئي انه هدفنا اشجار. بس ما شاء الله عنا بسوريا. لا بس الحلو انتم عم تكونوا متواجدين يعني انتم آنيين يعني شو الحدث بيتطلب معكم عم تكونوا موجود. هذا جميل صحيح. يعني للاستمرار نزرع بالارض وبالانسان. يعني لما ما فينا عم نزرع بالارض نزرع بالناس خير محبه ذكريات حلوه دعم نفسي. يعني خلينا نحكي معكم هذا الحكي كثير حلو. الضغوطات اللي بتواجهكم والصعوبات شو هي اكثر شيء؟ يعني ممكن نحن عم نحكي عن وضع اقتصادي بنعرف قاسي وضع مادي على الكل. فكتير يمكن من المادة بعتقد بتواجهكم بتوقفكم شوي انه عن هيدا الشغل بترجعوا وتاخذوا نفس طويل لترجعوا تكملوا من اول وجديد. شكرا على هالكومنت اللي قلتيها. هلا نحن فريق تطوعي. نحن بصراحه يعني ناس كتير دغري. يعني نحن اذا حدا مثلا بيجيب لنا هذا مثلا شو بدي اجيبكم جيب لنا اللحمه مثل ما هي من عند مثلا كذا ونحن بناخذها بنعطيها للعالم. نحن ما بحق لنا قانونيا انه ناخذ تبرعات غير من رفقاتي من عيلتي من العالم اللي بنعرفهم. الشغله الثانيه انه ما عندنا القدره انه نستاجر مقر. يعني انت بتعرفي انك تستاجري بيت بهذا الوقت كتير صعب. اما نحن بدنا نستاجر مقر من وين عرفتي حتى اقدر استاجر مقر الاجار هلا ارقام خياليه صحيح. يعني عم تحكي بورصه صحيح. فالجانب الاقتصادي احيانا بيوقف بوش كثير شغلات. بس مثل ما قلتي التشبيك نحن ما عندنا مشكله. اللي بده ياخذ فكرتنا ياخذها. يعني بنتصل لجمعيه اقوى منا. انت مثلا الخال ابو عصام مثلا اذا وقعنا شيء مره انه ساعدنا انه شو خرج نعمل عنا هيك شغله مثلا اكيد بنوجه لهم اكبر من ادراسنا انه شو نساوي مثلا بنروح عند جمعيه سوريا بتجمعنا. عندنا كثير جمعيات اصدقائنا وبنحبهم كثير فبيساعدونا اكيد. يعني بيحتمونا جيلنا صحيح. غاليه ومحمود شكرا كثير لكم لوجودكم معنا وبالتوفيق لكل الفريق. يعطيكم الف عافيه وبنشوفكم ان شاء الله بالعيد ان شاء الله. مع كل مناسبه وشغل أكيد. حلو اكيد رح تكونوا موجودين ضمن صباحاتنا والوقت معكم بسرعه. فتحيه لكل فريق عملكم وشكرا كثير لكم. شكرا لكم وصباحنا غير على الاخباريه عن جد. اهلا وسهلا فيكم نورتونا. اهلا وسهلا. أما هلأ مشاهدينا لمحطتنا الأخيرة وبحياة كل شاب وصبية طموحين مميزين متفوقين بمجالات الدراسة في فكرة أو هدف أو مشروع حابين أنه يشتغلوا عليه ويستثمروه ويطبقوه على أرض الواقع حتى يكونوا أشخاص فاعلين ومنتجين بالمجتمع. أحيانا نور يمكن تكون الظروف المحيطة مانا مساعدة لهم لكن بنفس الوقت موجود اليوم مراكز ومشاريع تدريبية رياضية شبابية يعني عم تبرز كتير أهمية وعم تعكس إبداع وطاقات الشباب.
اليوم؟ أكيد هايدي، وسلطنا الضوء عليها بعديد من محطاتنا صحيح. الصباحية ورحلاتنا الصباحية، قديش عم يكون في مشاريع تأهيل وتدريب للشباب اليوم، قديش مهم دعمهم. أكيد فعليا نقول يمكن ظروف صعبة اقتصادية ومعيشية، وأساسا لدمجهم بسوق العمل، وكثير من النقاط الأساسية اليوم بحاجة للشباب أنه يتم دعمهم من خلالها، من خلال مثل ما قلنا عملية التدريب أكيد. والتأهيل. نحكي عن هيدا الموضوع أكثر وعن المشروع، معنا ضيفنا لليوم الأستاذ علي قصي عبد اللطيف، المدير التنفيذي لمشروع فعال التدريب والتأهيل وريادة الأعمال، والأستاذة هلا قراحلي المشرفة التنظيمية للمشروع. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أهلا، أول شيء بدنا نبدأ مع حضرتك أستاذ علي، خبرنا عن موضوع مشروع فعال، أيمت بلشتوا؟ مشروع فعال للتدريب والتأهيل وريادة الأعمال هو مشروع تخرج أعد بكلية الهندسة الزراعية بجامعة تشرين بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم حمدان صقر. قدمنا الفكرة كمشروع تخرج وقدرنا نطبقها على أرض الواقع، يعني ترجمنا الورق النظري على أرض الواقع بمشروع تدريبي وتأهيلي ومعني بالأمور الشبابية والشباب. هلا خلينا نحكي معك أكثر. اليوم يمكن عم نشوف في توجه كتير كبير لعمليات التدريب والتأهيل للشباب، خليني عم نحكي عن أهمية هيدا المشروع اليوم بدعم الشباب. نحن عم نحكي يمكن كتير من الناس خلال سنوات الحرب خسرت شغله، كتير من الناس مقبلة على العمل اليوم، كتير من الشباب فعليا عندهم مهارات مختلفة لكن ما في مين يوجههم، فعملية التأهيل والتدريب اليوم لريادة الأعمال تحديدا مهمة، كيف فيني أنا أحطهم على الطريق الصحيح؟ تماما. الشباب بشكل عام بس يبلشوا بنتخرجوا من الجامعة آخر السنة الدراسية بيواجهوا أنه ما عندهم الخبرة الكافية ليفوتوا بأي مجال أو بسوق العمل. صحيح. فنحن عنا بالمركز أول مرحلة هي التدريب، فنحن منجهزهم كيف بدهم ينزلوا، كيف الخبرة لازم تكون يمارسوها على أرض الواقع. في منهم ما بيكون عندهم القدرة أنه يعرفوا توجههم الصحيح، ما بيعرفوا إذا عندهم خبرة مثلا مهنية جانب الدراسة اللي هن دارسينها، فنحن هذا الشيء معزز لهم إياه بالكورسات اللي نعطيها عنا بالمركز. والمرحلة الثانية اللي هي التأهيل، نحن بنخليهم عندهم فكرة، نحن بهالظروف طبعا أي شاب ما هو قادر يأمن مثلا مصروفه الشخصي، فنحن نعطيهم فكرة مشاريع هن يطبقوها، مشاريع صغيرة ينفذوها على أرض الواقع لنضمن لهم ظروف منيحة يعني. أكيد. أستاذ علي خبرنا أكثر، يعني شو أهداف اليوم مشروعكم؟ موجود فيه خدمات في اختصاصات معينة، بما أنه هو بالهندسة الزراعية فهل ممكن يستقبل اختصاصات ثانية؟ هلا أكيد اليوم كل الاختصاصات هي وحدة متكاملة، فاليوم ضروري يكون في عنا تنسيق بين الإدارة والزراعة، لأنه اليوم الزراعة بلا إدارة رح يكون عنا في مشكلة، فاليوم لما يكون عنا الزراعة صحيحة وإدارة عم تشرف على هي الزراعة رح يكون عنا إنتاج عالي واكتفاء أكثر، فاليوم كتير ضروري نحن نركز على المشاريع الزراعية المتناهية الصغر والصغيرة، تمام، ونخلي الشباب تمام يكون عندهم تركيز لهيدا الشيء، لأنه هو اللي رح يحرك العجلة الاقتصادية لسوريا، وخاصة نحن بآخر 3 سنين كتير ركزنا على الزراعة، لأنه الزراعة هي اللي رح تعملنا النهضة الاقتصادية الجديدة، خاصة سوريا بتتمتع بأراضي زراعية متنوعة. صحيح، ويجب التركيز عليها لأنه خسرنا كتير من الأراضي صحيح. للأسف خلال سنوات الحرب. خلينا نحكي معك هلا على الجانب التنظيمي للمشروع والآلية المتبعة، يعني لكل مشروع في يمكن جانب تنظيمي مهم لأقدر أنا أبلش فيه، خلينا نحكي ونركز عنه شوي. تماماً، نحن بمشروع فعال عندنا هيكلية تنظيمية معينة، فعندنا فريق دعم سمعينه وفريق دعم، نحن شباب فعم نطلع بمصطلحات جديدة بشكل عام، عندنا مثلا فريق البرامج، فريق دعم البرامج هو المسؤول عن وضع الخطة المستقبلية للمركز، شو الكورسات ممكن نطرحها، شو الجوانب اللي نحن ممكن نستكملها، عندنا فريق دعم الموارد البشرية هو المسؤول عن تنظيمنا بأي معرض أو أي مؤتمر أو أي فعالية ممكن نشارك فيها، بالإضافة عندنا قسم دعم طبي نحن خلال أي فعالية نقوم فيها عم يتواجد معنا دكتور طبعاً، وعندنا في خاصة بفترة الزلزال تجنا يكون في عنا القسم الطبي طبي لأنه عملنا جولات ميدانية، وعندنا قسم العلاقات العامة طبعاً أي مركز بتوجد تشبيكات مع كذا جهة وكذا منظمة، هذا شيء أساسي صحيح نكمل لقدام ونكمل اللي بدنا اياه. وفي عنا المكتب الإداري اللي هو للمركز هو المسؤول عن تنظيم المواعيد،
عن كافة الأمور الإدارية بشكل عام. يعني قديش اليوم مهم وحلو أنه أنتوا قدرتوا تطبقوا هذا المشروع وتنقلوه من الورق على أرض الواقع؟ هلأ. يعني خبرنا أكثر، يعني قديش مهم اليوم الخبرة العملية لجانب الدراسة النظرية؟ هلأ بداية أنا قبل ما أطبق مشروع على أرض الواقع كنت مشي عم برحلة مهنية وأنا عم بدرس بالجامعة بهيدا المجال، فالخبرة اللي تعلمتها بدراستي الجامعية بمجال التدريب ثقلتها للسنة الأخيرة وقدرت أطلع بمشروع تخرج معني بالأمور الزراعية. اليوم علوم التنمية الزراعية هي كتير مهم نضوي عليها، لما نحن نحكي اليوم عن برامج التصنيع الزراعي، المكتبة والتنسيق الحدائق الزراعية، لما نحكي عن المشاريع الريادية الزراعية الصغيرة، اليوم قديش محلو نحن نحكي بهيك برامج تدريبية أو كورسات، تمام، ممكن المستفيد يجي يحضر هي الدورة ويستفيد منها ويقدر يطبق مشروع على أرض الواقع من خلال مرحلة ريادة الأعمال اللي هي التشبيك مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية بسوريا، لحتى نحن نقدر نطلع بأفكار ريادية. اليوم في فرق لما التاجر بيحط مصاري ليجيب مصاري، بينما رائد الأعمال بيحط أفكار لحتى يطلع منه مصاري. مصاري. فنحن اليوم ضمن مشروع فعال بيهمنا كثير الشباب السوري اللي يكون عنده هي الفكر، نحن بنحط افكار لحتى نجيب مصاري، والحمد لله ركز على هي النقطه، والحمد لله اليوم قدرنا نطبق هذا الشيء. نحن كنا بالشام، نحن فريق موجود باللاذقية، كنا بالشام هذا الاسبوع، كان عندنا عده لقاءات منتجه، من اهم اللقاءات مع المنظمه العربيه اكساد الاراضي القاحله، رح يكون في تعاون مشترك بيننا وبين المنظمة. حلو. فقديش محلو منظمة زراعية، تمام، تحتضن مشروع شبابي زراعي. بالإضافة كان عندنا كمان لقاء مع وزير الزراعة، بالإضافة كان عندنا كمان لقاء مع وزير التربية، يعني كان هيدا الأسبوع عندنا أسبوع الإنجازات، حافل بالإنجازات في العاصمة السورية دمشق، وآخر شيء اختمناها بورشة تعريفية في جامعة دمشق بالمعهد العالي للتخطيط الإقليمي. فاليوم قديش محلو لما أسبوع يطلع فريق 25 شخص على الشام، هو الفريق 52، كيف قديش محلو هيدا الفريق يطلع 25 شخص منه على الشام، من مصروفنا الشخصي نطلع ونحجز ونضل بالشام لحتى نقدر نوصل صوتنا الموجود باللاذقية إنه نحن موجودين. يعطيكم ألف عافية، يعني عم نحكي أسبوع حافل بالإنجازات، إن شاء الله يا رب تستمروا بهي الهمة، هي أهمية المشاريع هي الاستمرار. لما نحكي عن فعال، خلينا نحكي إذا دورة فعال على الأرض قديش أساسي اليوم من خلال الدورات التدريبية والتأهيل اللي عم تقوموا فيها، في شهادات بيحصلوا عليها المتدربين، هل هي معترفية مصدقة؟ دائما هذا سؤال بيخطر على بال الكل، لأنه أنا كيف فيني اندمج بسوق العمل من خلال هاي الدورات تكون معترف فيها. طبعا شهاداتنا مصدقة من المركز الدولي لبناء الإنسان، كورساتنا هي جانبين التنمية الإدارية والزراعية، بالنهاية نحن زراعة لحال ما بتمشي وإدارة لحال ما بتمشي، فنحن جمعنا اثنين، فأي شخص بده يفوت بسوق العمل أنت لازم يكون عندك مثلا كاريزما، عندك حضورك، في عنا دبلوم الموارد البشرية، أنت كيف بدك تتعاملي مع الآخر، يعني كيف لغة جسدك بدها تكون، هاي الأشياء. عندنا التنمية الزراعية شاملة كتير قصص، الكوتش علي برنامج تمكين للتنمية المستدامة، برنامج جديد طرحه الكوتش علي. هلأ نحن دائما بس نسمع دورات بعض المدربين، نسمع فيها تريننج اوف ترينر، بيكون مديتها عبارة عن 60 ساعة تدريبية مدة شهرين. نحن شوي كشباب غيرنا هي المنهجية، بلشنا نحكي بدورات اعداد مدربين، سميناها ببرنامج تمكين للتنميه المستدامه، تمام، وخلينا تركز على الشباب وتكون من الشباب للشباب، وهيدا الشيء قدرنا ننفذه. اكيد نحن الشباب عم نحاضر ببعض ونقدم لبعض الخبره، ولكن عم نستعين باساتذتنا واعضاء الهيئه التدريسيه بجامعه تشرين، ونوجه تحيه للدكتور كمان سائر صليبه، كان هو بلجنه التحكيم للدفعه الخريجه الاولى، بالاضافه ل دعمه للمشروع، وجوده معنا بالشباب وخاصة وقت الزلزال، لأنه أقمنا مطبخ ميداني، مشكور هو وعماد كلية الهندسة الزراعية متمثلة بالدكتور إبراهيم حمدان صقر، أنه كيف إجوا لعنا شافوا كيف عمنا نطبخ وكيف عم نوزع الوجبات بالريف. فاليوم قديش محلو هيدا التكافل
تمام مع بين الشباب، مع بين المجتمع، مع بين الجامعة. يعني الجامعة اليوم هي قدمت حلقة توصل، هي الجميل انه حلقة توصل، هي حلقة توصل مع الكل. هي حلقة توصل اكيد للكل، وفعلا جامعة تشرين هي كانت ربط الشباب بالواقع الفعلي اللي نحن عم نعيشه اليوم بالبلد، رغم كل الظروف الاقتصادية والحروب والكوارث الطبيعية اللي عم نعيشها. يعني بالنهاية قبل ما نختم معك علي، يعني كثير مهم اليوم انه الواحد ياخذ نتيجة تعبه ويحصل على جوائز. حصلتوا على جائزة ذهبية يمكن بإمارات، دولة الإمارات، خبرنا عن شعوركم اليوم، شو بتعني لكم؟ بتذكر احنا اول ما قدمنا مبادره تمكين للتنميه المستدامه البرنامج التدريبي، قدرنا نحول لمبادره ويجيب تكريم بدوله الامارات العربيه المتحده على هامش المؤتمر الريادي العربي الرابع لمؤسسه صناعه تغيير العالم بالمملكه الاردنيه الهاشميه. فاليوم قديش محلو لما نجيب تكريم عربي، كيف الفريق الخمسين شخص نتكافل مع بعض، نلم أصوات، نقدر نطلع لايفات نحكي عن مبادرتنا، قدرنا نتوج الجمهورية العربية السورية بهيك لقب، لقب حمل وشباب سوري، كلياتنا متنوعين. فقديش محلو بتذكر يوم اللي طلعت النتيجة، كنا قاعدين كلياتنا بالمركز عم نشتغل وبلشت تطلع النتائج، وطلعت النتائج شفنا الفرحة بعيون الكل، فهذا بتوقع كان من أجمل الإنجازات اللي احنا اشتغلناها. يعني اكيد بالختام نتمنى لكم التوفيق، ويا رب يعني تبقوا بنفس الهمه ونشوف انجازات مستمره ومستمرين بمشروع فعال للتدريب والتاهيل لرياده الاعمال. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم وشكرا لاستضافتكم، نورتوا صباحنا. شكرا عن جد، صباح الاخبار، يا صباح الخير، رمضان كريم. شكرا. يعني نور، قبل بالتقرير الماضي كنا عم نحكي عن المشروبات المهمه برمضان، اليوم شو الحلويات اللي انت بتحبيها؟ أنا بحب القطايف. أيوه، اليوم رح نحكي عن العوامة والمشبك. العوامة والمشبك والطيبين، ويمكن هن صاروا بسبب الوضع الاقتصادي المعيشي أقل كلفة. صحيح. يعني هن وجبة أساسية على مائدة الإفطار عند كل الناس، لأنه الأسعار كتير يعني مرتفعة بشكل كتير كبير، فيمكن هيدا العمل المشترك عند كل البيوت تقريبا. صحيح. مشاهدينا أكيد مكملين بمشوارنا الصباحي، رح نروح بالتقرير عن العوامة والمشبك، مذاق حلو ومحبب عند الكتار. برمضان بتاخذ هالأكلات مساحة بتتزين فيها الموائد الرمضانية، كيف بتم صنعها والإقبال عليها عند العم أبو محمد بمحافظة حما؟ خلونا نتابع تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. طابع خاص يميز الطقوس المرافقة لشهر رمضان المبارك، فالزائر لمحافظة حما في أيام الشهر الفضيل تلفته الأجواء الرمضانية التي تعيشها المحافظة، حيث تزين المحال بما لذ وطاب من الحلويات التقليدية مثل العوامة والمشبك التي ما زالت تحظى بإقبال المواطنين عليها، ويتم تحضير أغلبها أمامهم. جبنا هلق عجين المشبك، عجني المشبك من الحلويات المشهورة برمضان كمان. بعد ما نجهز العيار الماء من مي فاترة، يعني لا ساخنة ولا باردة، مي بنضيفها على السميد اللي نحن حاطينه. هلق نحن حاطين من 3 أنواع سميد، الخشن لوساط لناعم، كلياته بنخلطه بنفس عيار واحد من 3 ساعات لـ4 ساعات، بنتركه تخمير. بعدها بنبلش فيها بالمرحلة الثانية، هي مرحلة القلي. بعد تحريك العجين يعني، وهي عم نعبيه بقوالب خاصة له. بعد مرحلة القوالب هون بنحطها بالزيت اللي هي مرحلة القلي. طبعا الزيت لازم يكون حامي، الزيت بنحطه بالقطر، والقطر لازم يكون ساخن. العجين بالنسبة انه هو نحن عبارة عن طحين وخميرة وسميد ناعم، هذول بنخلطهم على الناشف وبنحط بالعجانة وبنتركهم تقريبا شي حوالي نص ساعة لحتى يخمر هالعجين. بعد منها بنحطهم بماكينة، الماكينة هي الماكينة بنسميها بياضة. البياضة هون تقريبا بتبيض كل تقريبا شي 81 قطعة. هي بتكون المرحلة الأولى للعوامة. بنرجع مرة ثانية بنقليهم بالزيت، بنقلي كل ردة بردتها كمان، مثلا كل كيلين 3 ناشفين بنحطهم بهالمقلي الزيت. بعد منها بعدها بيستوي بيصير لونه لون ذهبي، بنحطهم بالقطر. واهلا وسهلا وصحتين وهنا. العوامة والمشبك تعتبر من الحلويات العريقة التي تشتهر بها حما، فهي تحمل الطابع التراثي لكونها متوارثة عن الأجداد وذات إقبال كبير نظرا لرخص ثمنها ولذة وبراعة صانعها. علي حود، الإخبارية السورية، حما.
أما هلأ هايدي ننتقل لمساحتنا الأخيرة لليوم برحلتنا الصباحية، ومساحتنا الأخيرة مساحة طبية. رح نحكي عن موضوع كتير مهم خلال شهر رمضان المبارك، يمكن حكينا عنه سابقا ودائما بيكون في تساؤلات بخصوصه، الصحة الفموية خلال شهر رمضان المبارك، طريقة العناية بالأسنان واللسة، كيف فيني حافظ على نظافة أسناني، والرائحة يمكن الكريهة اللي كتير بيعانوا منها خلال شهر رمضان المبارك. وكتير من الأسئلة رح تجاوبنا عليها الدكتورة الجميلة ديانا أقبيق، دكتورة الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، رمضان كريم عليكم وعلينا. يسعد صباحك دكتورة. في البداية مثل ما ذكرنا أنه عم نحكي عن موضوع كتير مهم اليوم بشهر رمضان، كيف نحافظ على الصحة الفموية والأسنان. خلينا نحكي أكثر كيف ممكن نهتم بهذا الموضوع، خصوصا أنه إحنا عم نصوم لساعات كتير طويلة. تفضل. هلا بداية مثل ما عم نعرف انه شهر رمضان المبارك الصيام فيه كتير له فوائد صحية على جميع أجهزة الجسم، منها ضبط مستوى الكوليسترول بالدم او تخفيض نسبة السكر بالدم الى اخره. بس بنفس الوقت هذا الشيء بيتطلب منا، يعني الصيام بيتطلب منا الى زيادة الاهتمام ببعض اعضاء الجسم ومنا الفم والاسنان. هلا شو السبب؟ السبب نحن بساعات الصيام بصير في عنا شوية تجفاف بالجسم، فبيقل افراز اللعاب. مثل ما بنعرف انه اللعاب هو عامل اساسي لحمايه البيئه الفمويه من البكتيريا وتكاثرها. تمام. هلا في موضوع انه عاده في عنا اعتقاد كثير شائع انه برمضان اذا نحن خلال ساعات الصيام اهتمينا بفرشات الاسنان فانه ممكن هذا الشيء يبطل الصيام. فعاده هذا الموضوع بيخلي المرضى تمام يخففوا الاهتمام وبتزيد بقى المشاكل الفموية. أكيد أكيد طبعا. طيب خلينا نحكي يمكن شو هي الأخطاء الشائعة اللي بيوقع فيها الصائم خلال شهر رمضان المبارك للعناية بأسنانه، من خلال مثلا الحفاظ على الرائحة، يمكن أكثر شيء بيعانوا من الرائحة الكريهة لأنه عم يصوم لساعات طويلة، ويمكن كمان في بعض الأخطاء اللي هي مثلا طريقة الأكل، الاستمرار بالأكل، بعض المأكولات، يمكن في بعض النقاط ممكن نحكي عنها أكثر. هلا مثل ما حكيت اهم فكره انه نحن خلال ساعات الصيام نحن عندنا بتخف الرطوبه بالبيئه الفمويه. تمام. هذا الشيء بيؤدي الى زياده لزوجه اللعاب وقله افرازه، وبالتالي زياده نمو البكتيريا. والمريض بنفس الوقت ما عم بيعود، هو ما عم بيتمضمض خلال ساعات الصيام. في هيك بدي اسالك عنه، يعمل يتمضمض خلال ساعات الصيام لو يمكن بالمي او المي وملح او هو تمام، ما عم يتمضمض، ما عم يستخدم غسولات فمويه، ما عم بفرش اسنانه خوفا من انه هذا الموضوع ممكن يبطل الصيام. طبعا هو هذا الشيء غلط. اذا انتبه الشخص من انه ما يبلع خلال مضمضه، يبلع معجون الاسنان او ما يبالغ بالمضمضه. هلا من بعض العادات السيئه اللي عم تصير أكيد هي العادات الغذائية الغير متوازنة، عدم شرب كميات كافية خلال ساعة الإفطار، يعني ما عم بيصير شرب كميات كافية من السوائل والماء، هذا الشيء عم بيؤدي إلى جفاف الجسم، بالتالي جفاف الفم والمشاكل. ممكن أكل الحلويات بشكل كبير بيأثر على الأسنان كمان، بتلاقي المائدة الرمضانية للأسف يعني ما في اكيد ما تتجاهلي. اكيد. هلا اكثر شيء نحن ممكن يسبب عنا النخور هن السكريات اللصاقه، يعني مثل مثلا عندك التمر. صحيح. التمر كثير ممكن يعمل نخور بالاسنان. مع انه اكسرون فائده، فشوفي تماما. والمشروبات اللي بتكون برمضان مثل مثلا عندك تمر هندي، عرقسوس، هذول كلهم بيكون فيها نسبه من الحموضه ونسبه عاليه من السكر. تمام. دكتوره اليوم قديش مهم التشيك على صحه الاسنان عند الدكتور، يعني كل قديش ممكن نحن نراجع طبيب الاسنان؟ هلا انا كثير بفضل الزيارات الدوريه المنتظمه عند دكتور الاسنان. هلا ضروري كثير انه نروح عند طبيب الاسنان بشهر رمضان مثل ما حكينا، لانه المشاكل الفمويه عم تتفاقم بسبب الصيام، قله تدفق اللعاب، جفاف الفم. وكمان بفضل موضوع ثاني انه قبل شهر رمضان كمان يصير في تشيك اب عند طبيب الاسنان.
مشان إذا كان عندنا مشاكل أو التهابات، إذا ما ناخد كورسات علاجية دوائية تتم قبل الصيام، يعني يتنظم وقتها قبل الصيام، وكمان مشان الطبيب يحط لنا خطة عناية فموية لمحددة لكل شخص، تختلف بتكون من لكل شخص حسب الحالة اللي عنده. طب خلينا نحكي عن صحة وسلامة اللسة، يعني كمان يمكن من القصص اللي بنعاني فيها خلال شهر رمضان المبارك بتلاقي في مشاكل باللسة، أو يمكن بسبب عدم تنظيف الأسنان بشكل صح، يعني مو فقط بفرشات الأسنان، نحن بنعرف إنه بعض الأكل ممكن يعلق بمناطق حساسة بين الأسنان وتحت اللسة، يمكن يجب تنظيفها بالخيط، فكيف فيني أعتني فيها؟ هلا العناية الفموية المفروض تكون متكاملة، يعني أنا ما بصير مثلا فرش أسناني بس أنسى الغسولات الفموية أو أنسى المضمضة أو أنسى الخيوط البين سنية. هلا مثل ما حكينا إنه هي الأطعمة اللي فيها نسبة عالية من السكريات اللصاقة هي كتير بتعمل نخور بالسطوح الملاصقة بين الأسنان، لأنه فرشات الأسنان عادة ما عم توصل لهي المناطق. السطوح الملاصقة بين الأسنان في عندك هون الحليمات اللثوية كتير ممكن تتعرض للالتهاب، فأهم عامل لأنه أنا حافظ على سلامتها أني أنا أستخدم الخيوط السنية، يعني أنا ما بصير فرش أسناني وأنسى الخيوط السنية، بكون إضافة للغسول، حتى لو ما في غسول فيني أعمل مضمضة بمي ولا يعني فيني ممكن تنوب عنه ولا لا؟ لأنه بيقول لك التكلفة المادية أعلى أو ممكن تكون هلا انا بديل. ممكن اتمضمض مره واحده بالغسول وممكن خلال ساعات الصيام كذا مره بالمي والملح، بس بدي نوه على فكره انه يكون الغسول الفموي ما فيه ماده كحوليه مشان ما يصير جفاف الفم، ساعتها بنزيد المشكله. تمام دكتورة، يعني اليوم كثير من الأشخاص خلال شهر رمضان ممكن يسووا عمليات تجميلية بالأسنان، إجراءات معينة، هل ينصح فيها اليوم أو ممكن في حالات تستدعي أنه إحنا نخليها لبعد شهر رمضان؟ هلا غالبا اذا انا بدي اعمل معالجات بسيطه في حال تبييض او زراعه اسنان احيانا بيقولوا هلا لا ممكن نعملها بشهر رمضان، يعني هي الاجراءات اللي فينا نقول هي بسيطه، مو اجراءات جراحيه لنفترض للفكين، اجراءات جراحيه للفكين بيكون في عنا كورس دوائي بدنا نستخدمه. هي الفكره ممكن ياثر انه بيكون في ادويه معينه لازم ياخذوها اكيد بفترة. هي بتكون بقى بعد شهر رمضان، اما الاجراءات البسيطه لا عادي هي فيها حتى وقت يكون المريض صايم عادي، يعني هي ما بتأدي لأبطال الصيام. طيب دكتورة ذكرتي خلال حديثك يمكن الصيام لساعات طويلة هو بيعمل عملية جفاف أساساً وقلة في إفراز اللعاب، ونعرف اللعاب قديش بيلعب دور بترطيب الفم، حتى بيلعب دور بتقليل الرائحة الكريهة. في ناس يمكن لعابه كمان بيأثر، في ناس بتلاقي لعابه ممكن يكون بيعمل قلح بالأسنان، بيعمل إفرازات أخرى، بيكون يمكن له ميزات أخرى كمان، هي بتعمل رائحة كريهة ويجب معالجتها. تمام. هلا القلح قطعا اول شيء شو القلح؟ هو ترسبات كلسيه موجوده عند اعناق الاسنان. هاي الترسبات الكلسيه من اللعاب. اكيد غير اللعاب بيكون هي تراكم طبقات بكتيريا. هلا لو المريض عم بيراجع طبيب الاسنان وعم يعمل تنظيف وتقليح ما كانت موجوده هي القلح. طبعا القلح هي عامل اساسي بانه تؤدي لرائحه فم كريهه. تمام. خلينا نحكي شوي عن الاطفال، يعني كيف ممكن نوعيهم أكثر اليوم باستخدام فرشات الأسنان اليوم خصوصا بوجود الأطعمة، كيف ممكن يعتنوا اليوم بأسنانهم؟ هلا غالبا الطفل بيتأثر بأهله كتير. وقت يكونوا الأهل هن مهتمين بهذا الموضوع فبتلاقي الطفل عم بيقلد أهله. صحيح. وأكيد مبلش معهم من عمر صغير، مثلا من عمر 6 سنين يبلش نعلمه انه هو يفرش اسنانه لحاله. طيب خلينا نحكي دكتوره بالختام نصائح عامه ومهمه خلال شهر رمضان المبارك تحديدا بشكل عام للعنايه بصحه الفم، يعني يمكن بعض الخطوات البسيطه بتغنينا عن الذهاب لطبيب الاسنان ومراجعته. لا عنا اول نصيحه انه شمع النخر قصدي مو النخر شمع روح هيك عم النخر وهيك نروح لعند طبيب الاسنان لانه غالبا في مشاكل نحن ما حنكتشفها. انا ما بدي انطر لحتى يصير عندي اوجاع لحتى هي اساسا ما حدا بيحب يروح على دكتور اسنان الا اذا انت كان مثلك، يعني هيك دكتوره جميله لطيفه الواحد بفكر فيها. هو الدكتور بحبب الواحد بالراحه. صحيح. شكرا. فعنا زياره طبيب الاسنان حتى يكشف لنا المشاكل اللي نحن ما لنا عرفانينه.
بس انا قصدي مشان ما نوقع بمشاكل هي بعض الخطوات لتنظيف الاسنان بحيث يكون عندي شيء بسيط تشيك بسيط عند الدكتور ما يكون في عندي مشاكل كبيره بالاسنان. هلا مثلا نحن بشهر رمضان المفروض نتبع نظام غذائي متوازن تمام، نقلل من السكريات، نكسب هذا الشهر بانه نحن مثلا نقلع عن التدخين، بتعرفي مضار التدخين باللثه والمسج حوالي الاسنان تمام، الغسولات الفمويه مثل ما قلت ما يكون فيها نسبه كحول عشان ما تعمل جفاف فم، فرشات الاسنان المناسبه، عندنا فرشات الاسنان شعيراتها الى قساوه معينه، طبعا كل فرشاه لحاله لشخص محدد، في اشخاص بدهم فرشاه ناعمه، في اشخاص بدهم فرشاه قاسيه على حسب. مين بيختار هون انه طبيب محدد. الاسنان تمام، يعني اللي عندهم مثلا مشاكل لثويه اكيد ما بختار لهم فرشاه اسنان قاسيه. قاسيه اكيد بدنا نعمل صحيح. تمام، استخدام معجون الاسنان الغني بالفلورايد تمام، لانه نحن مثلا عم ناكل نسبه سكريات عاليه رمضان، فأنا بدي حاول عود. في غسولات معينة طبية بتنصحي فيها اليوم مشان المضمضة؟ لا، بس مثل ما قلنا أنه لكل شخص بيكون في منتج معين صحيح. تمام. هلأ بس في نقطة بدي أقولها يمكن ما كتير عالم بيعرفوها، أنه أنا مو فورا بعد الأكل بقوم فرش أسناني، بنطر 30 ل 60 دقيقة وبعدها بتصير فرشاة الأسنان، لأنه غالبا وبالأخص بشهر رمضان المأكولات السكريات أو عندك العصائر فيهم مادة حامضة، فهي عم تعمل تأثير كيميائي على الأسنان، وبنفس الوقت إذا أنا بعدها فورا فرشيت الأسنان عم بعمل تأثير ميكانيكي، فأنا هيك ضريت السن أو سحلته. لا، بنطر فترة وبعدها بفرش الأسنان. أكيد بدنا نتشكرك كثير الدكتورة ديانا أقبيق اختصاصية طب الأسنان، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، شكرا لكم، نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك أكيد التوفيق ورمضان كريم. شكرا، رمضان كريم. أكيد نور، يعني بختام محطتنا الصباحية الطبية بيكون انتهى مشوارنا الصباحي، مدى الغير نشكر الأشخاص يلي تابعونا وجميع كادر صباحنا غير. نحن هلا نور بالعشر الأواخر من شهر رمضان، فإن شاء الله يا رب بنتمنى أنه تكون كلها خير للجميع. لا تنسوا تتابعونا بكرة، تبقوا بألف خير. لهون بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، ملتقانا بكرة على شاشة الأخبارية بنفس التوقيت. نحن بالعشر الأخير من شهر رمضان المبارك، يا رب هالشهر يحملكم الخير وراحة البال ورزق الكتير لكل الناس. كلياتنا يمكن عم نمر بظروف صعبة اقتصادية معيشية قاسية، لكن دائما عندنا أمل أنه بكرة يا رب يكون أفضل لنا ولأولادنا. إن شاء الله. إلى اللقاء.